في الابتدائي وفي الفصل رأينا وجهة نظري نوجي ما يتعلق بنوع حقوق على مستوى الأسماء بالخصوص بطبيعة الحال تسبق في تزامن مع تخليد الذكرى العالمية لحقوق الإنسان تزامن 10 بجنبير الإعلان العالمي يجي وثيقة قصة في مجموعة من البنود والمبادئ الأساسية يوقع خصمة المغرب من قبيل المنع من التعذيب بكل أشكال الناس المنع التمييز المنع من كل أشكال التمييز ضد المرأة حقوق الطفل إلى آخره بما أنه مجموعة يجن ترسانة من الشعارات الدولة ضد لكن لسوء الحظ انه على المستوى الممارسه على المستوى الميداني انت في غياب او مغيب الشعارات وبدليل من الاب ان نجمنا التراجع خطير على المستوى المنظومه الحقيقيه في البلاد والحجج اللي تقدم بنا عندي السياق حجج انه توقعت مجموعه من التظاهرات الحقوقيه يتم من السن بمبررات وهميه انتبه انه الوضع الامني ليس يدعي انه تجمهور ودواء حقوقيه الى اخره. لتزد المناسبه يا باش انه المغرب لم يفي بوعوده الدوليه فيما يتعلق باتفاقيه البروتوكولات بمعاهده الدوليه من جهه ثمن جهه من جهه وسنين لم ينسجم كذلك مع التوصيات الاخيره اللي تجنت من 2005 فيما يتعلق باتفاقيه المصالحه بل اكثر من ذلك لم ينسجم حتى مع بنود من المبادئ الاساسيه لمركز الدين العدل الانتقالي فيما يتعلق بجهد الضرر لما جاء من جهد الضرر الجماعي حتى الاعتذار لعدم افلاك من العقاب. بالمناسبه باش نذكر الراي العام الوطني الدولي بانه عالي جاء مجموعه من الانحصار حقوقيا بشكل خاص لمنع المواطن بحق ينس بالاحتجاز تعبير وجهه نظر ينس ومن هي كذلك كاديت نوع من المنهج دواكس الدولة باش انني بانه مخطط الدولة ممنهج بتعاطي مجموعة من القضايا من قبل الاعتقال السياسي بركن الحراك المغرب بانه تم تصفية الاجواء السياسية الحقوقية في مقابل نتفق بان الواقع يعكس ضد ما يروج من طرف الجهاز الرسمي للدولة بالدليل انه جانت الاعتقالات السياسية اقصى عقوبات يشهد المرحله ومكنه الاستاذ مجنون مازال قابع بالسجن المحلي بالتسليمه ذنبه الوحيد ما كانش قال بانه يري الطلب بانه انت من المواطنين حساب بانه تنتمى لرجل الوطن يتسع للجميع تقسم سخيره الناس كذلك تختص لجنه الكرامه لجنه العداله الاجتماعيه كما طالب الجد الاجتماعي ومع ذلك تم الاعتقال باصدار حكم خارج المحاكمات الحقيقيه القانونيه بل تم محاكمته بمحاكمات سوريا وبالتالي الشيز الموقع كان منتدى حقوق الانسان شمال المغرب وكما عليه حقوقيه نودين اشكاله ولقى بانه بالرغم من الشعارات المخاطبه الدوله باللقاءات الدوليه في مؤخرا في مراكش ما يتعلق المنتدى العالمي لحقوق الانسان يريد نوع الاكسسواريه ينضاف الى الاكسسوارات الدوله من اجل تزيين الصوره ينس الراي العام الدولي باش يستحق النقط ولكن الواقع يكذب كل هذه المغالطات يكذب كل هذه الضلالات بالمناسبه نحيي المجهودات والاطارات الحقوقيه بخصوص الحسن على الجهد النموذج رائي على مستوى التحالف التنسيق الميداني ونعد الراي العام الاخوان بالاعلام بالمشين القادمون انه نواجه خطوات مشتركه سواء على مستوى الاشعاعي على مستوى الندوات على مستوى الاحتجاج الاشكال الاخرى غاس نقرر غاس نعقب بالاجهزه التنظيميه ونتحيا رفقيه.